والصيد إلى البحر والإبحار، فهم بالتالي يفقدون يوم رزقهم ولا يستطيعون تدبير أحوالهم، وبالكاد أصلا كانوا هم يتدبرون رزقهم وقوتهم اليومي. كذلك أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، وهو كما نعرف هو المعبر التجاري الوحيد، وكذلك معبر بيت حنون مغلق بقرار إسرائيلي. المعبر كرم أبو سالم هو بالتالي إغلاقه يؤثر على إدخال المستلزمات الضرورية للقطاع، سواء كانت طبية سواء كانت مستلزمات أساسية. وإذا تحدثنا عن المستلزمات الطبية فنحن نتحدث الآن أيضا هي رشقة جديدة باتجاه أيضا كلها متركزة، جميع هذه الرشقات باتجاه الشمال، ما يعني أنها ستصل مدينة عسقلان، أن الاستهداف حتى الآن الرشقات الصاروخية جميعها تستهدف مدينة عسقلان، وهذا يعني أن المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام تنفذ تهديدها بجعل مدينة عسقلان جحيم بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي المنزل في مخيم. كم أحصينا تقريبا هشام يعني منذ أن شهدنا الرشقات؟ يعني تقريبا تجاوز العدد 20 صاروخ الآن يصل عسقلان، أليس كذلك؟ صحيح، في الجولة الأولى والثانية كانت 15 صاروخ تقريبا، هي رشقات صاروخية كبيرة فيها عدد من الصواريخ، على الأقل من 5 إلى 7 صواريخ في كل رشقة. هناك رشقات تتعدى هذه 7 صواريخ، جميعها حتى الآن من صوتها ومن أنها تصل مدينة عسقلان هي على الأغلب متوسطة إلى طويلة المدى، وتحمل بالتأكيد رؤوس مختلفة عما تقصف به البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.